الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جنتنا على بابك جنتنا بيت العز يا مليان بابتسامتنا والفرحة دي حكاية في لبنا وحياتنا والفرحة دي حكاية في لبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في حلقة جديدة من بيت العز. النهاردة هنفتح موضوع خطير جدا وحساس جدا. الموضوع اسمه الجوع للأبوة مفتاح الشذوذ الجنسي. كتير من الدراسات والأبحاث اللي اتعملت على المثليين اللي عندهم ميول جنسية مثلية لقت انه هؤلاء الاولاد اللي عندهم ميل لنفس الجنس او اللي بتسمى في اللغة الدارجة الشذوذ الجنسي وجدوا انه في عنصر مهم جدا في هؤلاء الاولاد اللي عندهم هذا الشذوذ، والعنصر ده بيتكرر في نسبة كبيرة منهم، وهو غياب الأب. غياب الأب حقيقة أو مجازا، يعني الأب مش موجود خالص، مسافر أو مش موجود لأي سبب، أو إنه موجود ومش موجود. إيه القصة؟ القصة إنه الطفل، هناخد الحكاية على الطفل الذكر عشان الصورة تتضح. عندنا طفل ولد نشأ في حضن الأم، الأم هي اللي بترعاه، ولو كان كمان له أختين أو ثلاث إخوات بنات فبتبقى الأم وإخواته البنات. الولد قاعد طول الوقت مع جنس مؤنث، أمه وإخواته، ولو حد جه يبقى عماته أو خالاته، ما بيشوفش راجل في حياته. أبوه بيخرج الصبح بدري ويرجع بالليل متأخر، أو سهران على القهوة مع أصحابه، أو موجود في البيت بس قاعد يتفرج على التلفزيون، أو موجود بس شخصيته ضعيفة. يسموه الأب الباهت، الأب الغير مؤثر، الأب اللي مش بارز، اللي مش واضح، اللي مش مؤكد، الأب ضعيف، الأب السلبي، الأب المنسحب. كل دي نماذج لا تغري الولد بأنه هو يتوحد مع صفات الرجولة. مفيش في البيت صورة رجل بارز حاضر مؤكد الرجولة يقوم الطفل الولد يقلده، ياخد صفاته. يبقى فيه صفة الحزم، صفة الرجولة، صفة الشهامة، صفة المروءة. أو يكون الأب شديد القسوة، عكس ده كله، شديد القسوة، عنيف، جاف، غليظ، ما عندوش مشاعر. برضو ده يخلي الابن ما يقدرش يتوحد بيه، ما يقدرش ياخد صفاته، ما يقدرش يبرمج نفسه على هذا الرجل اللي قدامه. فأيا كانت الصفات، تبقى سلبية منسحبة باهتة أو صفات عنيفة قاسية حادة جافة، تخلي عملية التوحد مع الأب ما تحصلش. فيقوم الولد يعمل إيه؟ يتوحد مع الأم ومع صفات الأم ومع صفات إخواته البنات ومع عماته وخالاته، لأنه بيرى أن الأم شخصيتها أحسن، شخصيتها أقوى، أفضل، حنينة، قريبة. وهنا ساعات الأم تعمل حاجة سيئة جدا، إنها تفرح بالحكاية دي، إن الولد ده مرمي في حضنها، والولد ده بيسمع الكلام، والولد ده مطيع، والولد ده حنين، الولد ده كده إيه، حبوب كده وخجول زي البنت. فتبقى فرحانة جدا بإنه ابنها ده تربطه تربية كويسة، وبعدين تساعد أكتر إن هو يقرب منها. فساعات تخوفه من أبوه أو تبعده عن أبوه
بوعي او بدون وعي، يعني يمكن تعمل حاجات وهي مش واخده بالها تخليه يترمي في حضنها ويبعد عن ابوه، ده ابوك بيعمل، ده ابوك كذا، او تخلي ابوه ملوش دعوه بيه، هي اللي تديله المصروف وهي اللي بتوجهه واللي بتعمل كل حاجه. لو ابوه جاي يكلمه تقول له لا ما تقربلوش، مالكش دعوه بيه، سيبه وانا هتصرف، تديله فلوس من وراه، تعمل كل حاجه من وراه، ويبقى في بينهم كده زي سيم او سر كده، هو وامه حبايب. فيطلع الولد ايه؟ يطلع الولد ولديه الصفات الانثويه. طب اللي عنده صفات انثويه ينجذب لايه؟ لرجل، ينجذب لذكر، لانه الحاجات بتنجذب لاضدادها. فالطفل الولد اللي اتحرم من وجود ابوه في وعيه بسبب غياب ابوه او بسبب وجود ابوه بس وجوده زي قلته، فبيعمل ايه؟ بيبقى عنده نوع من الحنين للاب والحنان الاب ولرعايه الاب، فيقوم ياخده من حد تاني او يدور عليه عند حد تاني، فيتعلق قوي بالمدرس في المدرسه تعلق مرضي، ويتعلق قوي بمدرب السباحه او بمدرب الكوره او باي حد بيرعاه او قريب منه، ودايما يحب الناس الكبار في السن او يحب حد من اصحابه الاكبر سنا. طيب بيبقى الاول الاحتياج في صوره رغبه في الحنيه، بيبقى نفسه حد ياخده في حضنه يطبطب عليه، لان ابوه عمره ما خده في حضنه، ابوه عمره ما طبطب عليه، ابوه عمره ما صاحبه، ابوه عمره ما خده معاه في حته. فهنا بيبقى عنده حنين شديد لحب من نفس الجنس، رجل او شاب اكبر منه سنا، عشان يعوضه اللي هو ما خدوش من الاب. بعد شويه تلوث هذا الحب بالجنس، يبقى الحب كمان فيه رغبه جنسيه، ويبدا يتورط في علاقات جنسيه مثليه اللي هي يطلق عليها في باللغه الدارجه علاقات شذوذ جنسي. شايفين قد ايه غياب الاب او الصورة الباهتة للأب أو الصورة المنفرة للأب لما الأب ما يقومش بدوره كويس في تربية ابنه، فيرتكب جريمة شديدة في حق هذا الابن حين يتسبب في أن يصبح ابنه شاذ جنسيا أو عنده جنسية مثلية. وهنا لما الأب بيعرف أو الأم بتعرف بتبقى كارثة بالنسبة لهم أن ابنهم عنده هذا الاضطراب أو هذا التوجه الجنسي، وبيبقوا في حالة هلع شديد جدا. بنقول لهم وبنقول للأب بالذات استعيد دورك مع ابنك، قرب لابنك تاني، نصلح ما يمكن إصلاحه أو ننقذ ما يمكن إنقاذه. وبيمشي بقى بعد كده الابن في برنامج علاجي علشان يساعده على محاولة ضبط سلوكه نحو هذه الميول الجنسية المثلية، ويصلح العلاقة بين الابن وبين الأب، لأنه إصلاح هذه العلاقة تعيد التوازن النفسي إلى هذا الابن وتجعله يعني لا 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 يصبح في حالة احتياج أو لهفة شديدة لحب أو جنس من طرف آخر ينتمي إلى نفس جنسه. وبنمشي بقى في خطوات إصلاحية كثيرة حتى نساعد هذا الشاب أو هذا الولد على الخروج من هذه الأزمة. نفس الحكاية تنطبق برضو على البنت اللي ما لقيتش أمها، إن الأم ما كانتش موجودة، فتحب المدرسة، تحب أي حد من العيلة كبير وتتعلق به تعلقا مرضيا، ثم يتحول هذا التعلق إلى رغبة جنسية أو يتلوث بالرغبة الجنسية فيصبح شذوذا جنسيا أو مثلية جنسية. الحقيقة يعني هذا الموضوع الحساس بيخلينا يعني ننادي الأب أن عد إلى بيتك وليسعك بيتك، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أنت مش وظيفتك أنك أنت تقعد تجيب فلوس لأولادك وتسافر في كل حتة عشان تعملهم ثروة، لا،
لأ، وجودك في وسطيهم ودورك التربوي وأثرك النفسي في وسط أولادك أهم بكتير من إنك تعمل لهم ثروة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت العز يا بيتنا على بابك جنتنا، بيت العز يا بيتنا مليان بابتسامتنا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.